يعني اكثر خطر وربما في السنوات المقبله غادي نختار داك الشيء اللي كاين بغض النظر على المسائل اللي دايرين دابا يعني الاسلاك اللي كاين ما بين السبته يعني المدن المجاوره وكذلك منيليا اضافه حتى طنجة ولكن كاين حراسات اخرى داخل البحر الابيض المتوسط وكاين كاين تواجد عسكري وعاد التنسيق ما بين الاشكال والانواع ديال السلطات الاسبانيه ولا الاوروبيه والسلطات المغربيه هذا المعطى الاول المعطى الثاني ان يعني من اقوى المناطق اللي عرفت الوفيات على المستوى نقولش على المستوى العالمي يعني المناطق اللي عرفت اكبر عدد ديال الوفيات نتيجه محاوله المرور للضفة الاخرى هي البحر الابيض المتوسط دونك انا كنعتقد مزيان نزيدو نركزو بطبيعه الحال ماشي بالصيغه اللي يمكن تكون سهله ولكن كاين فيها بزاف الحوايج كتعرفو اهميه الموضوع بالنسبه للناس ديال الشارع وكذلك بالنسبه المنظمات اللي كيشتغلوا في المنطقه وفيها الشقين كاين اللي كيخدم مصلحه الحق في الهجره وكيخدم مصلحه المصالح ديال الدول الاخرى بما فيها المغرب باش السياسه الامنيه في المجال انا الموضوع حاول نطرق ليه من جوج ديال الجوانب اولا انا الموضوع ماشي غيرت فيه ولكن اعطيته عنوان اخر كاين اولا الحق في الهجره بين حلول العيش الكريم طبيعة الحال هو واقع اضطهاد ولا واقع الكرامة واقع اضطهاد دونك غنحاول ما امكن نعطي بعض المعطيات حول الحق في الهجرة لأن هذه المسألة من بعد الحرب العالمية التالية نظرا لمجموعة المعطيات والظروف اللي عاشتها العالم الحرب العالمية الثانية والتأثير ديالها في تقسيم أوروبا ونهاية المرحلة الدول الاستعمارية تجاه الدول الإفريقية ومجموعة ديال الدول الأوروبية بدات كتخطط لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وجد كذلك يعني بداية ديال التقنين حتى العلاقات الدولية إذا حتى هذا الإطار جاء كذلك تقنين إلى بغيتي تكون بين قوسين الموضوع ديال الهجرة في هذا